تعال تعال، لا يهم من أنت ولا إلى أي طريق تنتمي. تعال، لا يهم من تكون، ناسك، عابر سبيل أو عاشق للحياة. تعال، فلا مكان لليأس هنا. تعال، حتى إن كنت أخللت بالتزامك وعهدك ألف مرة. تعال، فقط تعال لنتكلم عن الله. وصلنا في الحلقة السابقة إلى اللحظة التي توفي فيها جلال الدين الرومي، وذلك في 17 من ديسمبر كانون الثاني، حيث أصبح هذا التاريخ احتفالية رسمية سنوية تسمى بليلة العرس. يحضر إلى هذه الاحتفالية أكثر من 70,000 زائر سنويا من شتى أصقاع الأرض ومن مختلف الأديان. وعلى الرغم من الإلغاء الرسمي لممارسات الصوفيين من قبل أتاتورك عام 1925 متذرعا بأنها تسهم في خبل المجتمع بالجمهورية التركية، إلا أن تلك الطقوس عادت من جديد وبقوة، مدفوعة بحضور رسمي من أعلى مسؤولي الدولة التركية كنوع من الثقافة والمعرفة من جانب، ودعما للسياحة الدينية من جانب آخر. إذا بتشوف على مدخل مقام مولانا محطوط كعبة العشاق شد، في يعني جملتين شعر لقلوب بتبلش بكعبة العشاق، لأنه بالفعل مقام مولانا هو كعبة العشاق، يعني اللي فيه بقلبه عشق إلهي ما في ما يجي، وإذا جيت مرة بدك ترجع، لأنك بتعيش بالفعل بتعيش العشق الإلهي هون. الناس كلها بتبقى قلب واحد، كأنها عم نطوف حول قلب، وقلوب عم تطوف حول قلب الله، أو قلب اللي عارف عشق ربنا. محبين بيبدأوا بالتوافد بيوم 17 لا يحضروا لحظة الوفاة، يعني هي اللي لحظة كانت من 800 سنة لما تجمعوا العالم، تجمعوا أهل قونيا ولو انشاع خبر وفاة مولانا، فهو كان موصي قبل إنه ما حدا يحزن على وفاتي، أو ما حدا ما تنزل منكم دمعة بهاليوم. هاي الاحتفالية بتجمع كتير ناس مع بعضهم، أنا بشوف ناس من جميع الأديان وجميع الطوائف وجميع البلدان، تجمعهم في مكان واحد، تجمعهم الحب والمحبة فقط. يعني ما في شخص يكون عنده نزاع طائفي أو نزاع أي شيء بيجي لهون بيجتمع مع بعضهم، لأنه هون بيجوز يجتمع، بيكون بجلسة، باحتفال، بأي مراسم احتفالية حيلاقي من جميع الطوائف وجميع البلدان. تأتي إلى هنا إلى قونيا تحتال على البرد بدفء الزوادة التي في جعبتك، ألف سؤال وسؤال وبعض الأجوبة الفطرية. أقف في تلك المدينة قاصدا أنا وكل ذلك اللفيف العجيب المحيط بي حجا مشتهى. هنا وبين كل تلك الحشود تسقط الجنسية والطوائف والعصبية والقبلية. لا يعرف أحدنا هل هو مجبول بكل هذا الحب في زمن يجتاح الحرب حتى أنفاسنا المبتورة، أم هو تأثير ورهبة الأماكن؟ أنا برأيي لازم الإنسان اللي يكون بأي يعني يكون عنده أزمة، نحن مثل الأزمة الكبيرة اللي هلأ عم نوقع فيها بسوريا، يكون عنده جانب هو يفضي هذا، عنده شحنة كتير كبيرة من المشاكل، من الهموم، من الحزن. يعني نحن السوريين عنا حجم كتير كبير، الحزن اللي عنا ما في قوة بالأرض. أنا بهذا المكان بنسى كل شيء، بحس بشعور كتير غريب، بحس إني أنا إنسان مرتاح عايش بسلام، بحس بمحبة. خاصة أنا بقعد بسمع أشعار مولانا جلال الدين الرومي، بسمع من الناس من أهل قونيا، بمشايخ قونيا، بسمع القصص القديمة عن المحبة عن الحب، يعني برتاح نفسيا جدا. سؤالك يعني هو يمكن مربط الفرس مثل ما بيقولوا، يعني أزمة الناس اليوم أو أزمة العالم اليوم ما هي أزمة، ما بتوقع أنه هي أزمة سياسية أو أزمة اقتصادية أو حتى أزمة دينية. يعني أزمتنا اليوم هي أزمة محبة، هذه أزمة محبة أول شيء لأنفسنا، يعني أزمة محبة
يعني حتى نحن مع ذاتنا أحيانا ممكن الواحد ما يحب ذاته بالمعنى الإيجابي له، يعني اللي ممكن يرسخ هاي الفكرة. أزمتنا أزمة محبة مع نفسنا، مع عائلاتنا أحيانا، مع أقرب الناس إلنا، بعدين ممكن تكون أزمة محبة مع جيراننا، مع أهلنا، مع الناس، مع الجميع. فأزمتنا أزمة محبة. بالعكس هاي اللحظات اللي هون ممكن تعطي الواحد شحن، تعطيه كتير إشارات، يعني ممكن يحاول يرجع ليحاول يغير شيء للأفضل، سواء على نفسه أول شيء وهو الأهم، وبعدين على عائلته، بعدين على جيرانه، بعدين على أهله، بعدين على أهل مدينته، بعدين على أهل بلده، بعدين على الناس. فهي الفكرة كلها أن الواحد بداية التغيير وبداية المشكلة من النفس. لما الواحد بيتصالح مع نفسه بشكل حقيقي قادر وقتها يتصالح مع الناس. أنا هنا الآن لأني أحب مولانا الرومي من كل أعماقي. لقد بدأت محبتي له قبل 15 عاماً مصادفة، ومنذ ذلك الحين أحرص على المجيء إلى قونيا في ليلة العرس كل عام، وزوجتي أيضاً صارت تحبه بعد أن تزوجنا. أنا هنا الآن لأني أحب مولانا وأحب شمس الدين التبريزي. أشعر أنه مثلي الأعلى لأنه علم مولانا مذهب العشق. أنا آتي إلى هنا لأنهل من هذا المكان الحب والحكمة. تبدأ احتفالية ليلة العرس رسمياً بعد صلاة العصر من يوم 17 من ديسمبر كانون الثاني، حيث يتوافد الآلاف من محبي الرومي إلى ضريحه ويتحلقون حوله. بعد صلاة العصر بين الساعة 4 و5 تبدأ طقوس ليلة العرس، وهو الموعد المتعارف عليه لرحيل الرومي، حيث كان أوصى مريديه وهو على فراش الموت ألا يحزنوا لمفارقته الحياة، لأن روحه سوف تزف إلى خالقها الذي تحبه. ومن هنا جاءت تسمية الاحتفالية بليلة العرس، أي ليلة زفاف الروح إلى حبيبها وهو الله. تبدأ الطقوس بتلاوة القرآن، وعادة ما يقوم بذلك قراء مهرة، حيث تقرأ سورة الرحمن من القرآن الكريم. تشهد الجلسة التي تستمر ساعات حالات تأثر من الموجودين داخل المرقد بالأجواء الروحانية، قد تصل إلى حد الإغماء، وهو ما شهدناه أثناء حضورنا لفعاليات الاحتفالية. خارج مكان الضريح تحيي زوايا قونيا ليلة العرس كل على طريقته، ومن بين تلك الأماكن زاوية يسميها المشرف عليها درويش براذر، أي الإخوة الدراويش. هناك حضرنا عدة ليال شاهدنا فيها أشخاصا من مختلف الأديان والجنسيات، أقلهم من العرب، إذ لا يتجاوز عدد الحضور العربي لهذه الفعالية عدد أصابع اليد الواحدة، ومع ذلك يؤدون أغاني وأناشيد مشتركة يجمع بينهم الوزن والموسيقى. بحيكم سرنا شوقا وقد طرنا وبالهوى حرنا. هنا وبين هذه الحشود تسقط الجنسية والطوائف والعصبية والقبلية. لا يعرف المرء أهو مجبول بكل هذا الحب في زمن يجتاح الحرب كل شيء، أم هو تأثير ورهبة الأماكن. من بين من قابلناهم الطبيب براء، وهو سوري الجنسية
ويحرص على الحضور هنا منذ 3 أعوام. ولدى سؤاله عن سر الحضور أجاب: محبة أو الروح أو القلوب بتلاقيها انتظمت بشكل معين. يعني هالفوضى عم تعمل أحياناً انتظام جميل جداً. القلوب والأرواح عم ترتب، الأجساد ما إلها علاقة أو ما في أحد. بتلاقي حتى مدير الجلسة الكل قاعدين مع بعضهم أعداد صفاء، أعداد يعني بدون تنسيق، بس بيطلع شيء جميل جداً. وصدقني يعني أغلب الناس اللي نشوفهم بيقولوا يعني عم يخرجوا بانطباعات أو بمشاعر يعني جدا مؤثرة لهم، يعني عم يرجعوا عم يحسوا حالهم تغيروا بشكل عام. تعرف على ناس كتير هون بس ممكن ما أعرف عنهم شيء، لا حتى يعني لا حتى من وين أو لا حتى شو بيعملوا، بس ممكن على كثرة التعارف مثلا مرة على مرة بصير الواحد بيكتشف إنه مثلا أنا والله قاعد مع يعني عميد كلية أو مع رئيس جامعة أو مع طبيب أو مع إنسان عادي أو بسيط. ما كتير بتعني لنا بصراحة يعني العناوين بقدر ما بيعني لنا المضمون. كل شخص بيجي لهون في عنده مكان بيروح عليه، بس أماكن قليلة يلي بتجتمع فيها الدراويش يلي بيعرفوا يحتفلوا بالعشاء إذا بدك، وبيحتفلوا بقلب واحد وفي من كل الجنسيات وبالفعل بالله عشق بالله. هو هالمكان اللي نجتمع فيه، اللي صاحب المكان يسر عمل ميدان كبير تنقدر نجتمع فيه. التنظيم موجود بس مستتر، يعني لا في ناس مشرفة، صاحب المكان بيبقى عم يشرف على اللي عم بيصير بس بدون ما يخلي حدا يحس. مش من مكان فيه يفوت، لا، لأنه اللي بده يفوت بده يكون مأذن له يفوت. ما فيك تدق على الباب وتفوت إذا ما حدا بيعرف. هذا الشيء بنظموه عبر مشايخ صوفيين هنا موجودين بقونيا، ولكن هو مو منظم بطريقه ترتيبيه، هو الباب مفتوح لاي حدا بيجي. يعني في شيخ بتجي عنده بتزوره، اي اهلا وسهلا، مفتوح الباب عند كل مكان، الزوايا مفتوحه لاي طائفه ولاي عرق ينتمي اليها البشر. يعني عن جد انا اجتمعت مع جميع ناس بحياه عمري بسوريا ما بتوقع اجتمعهم، كان اخواننا البوذيين ولا اخواننا اي طائفه كانت، اجتمع معهم وبصير انشاد وبصير ذكر، وقد الله عز وجل يعني يحرك شيء بقلوبهم. نحن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي مقولتنا الشهيرة. هذه الزاوية مثل المحرك بالنسبة لي. كل الناس تأتي من حول العالم إلى هذا المكان، لا أحد يسأل الآخر من أين أنت ولما أتيت. الجميع يمتزجون مع بعضهم ويوحدهم العشق، إنه إيقاع الشعر والموسيقى. الجميع يتذوق ذلك الإيقاع ويتأثر به، كلنا متشابهون في الحب هنا، نجلس في هذه الأجواء الروحانية ونحتسي الشاي ولا نشعر بالساعات كيف تمضي. هنا يقع المركز الثقافي في وسط مدينة قونيا، الذي يشهد فعاليات الاحتفالية الرسمية بذكرى وفاة جلال الدين الرومي. تقام كل يوم هنا فعاليات صباحية ومسائية، لعل أبرزها هي رقصة السمة أو المولوية. تعتبر رقصة السمة كما تسمى بالتركية أو المولوية بالعربية إحدى الركائز الهامة في ليلة العرس، فهي مستمدة من حالة الحزن الشديد التي دخل فيها الرومي بعد رحيل معلمه شمس الدين التبريزي. يستمر المركز الثقافي في قونيا بإقامة حفلات يومية لرقصة السمة طيلة أيام الاحتفالية، وللرقصة دلائل ومعان في الفكر الصوفي. التقينا بالسيد أحمد مولوي، وهو سوري من مدينة حلب، توجه مؤخرا للعيش في قونيا، وكان يدير فرقة مولوية في حلب، حيث شرح لنا عن مراحل ودلائل الرقصة المولوية. في موجود دادا وميدانجي والدراويش، الدراويش الأساسية هن بيجوا كان أول 7. الميدانجي مسؤول عن دوزان الميدان تبع المولوية. ميدان الدراويش كيف تلوله؟ مجرد بيوقف في تسبيحات في هذا، أو يعني بيعطيهم المعنويات العالية الروح بمنطقة الذكر. بدخلوا الميدانجي والدراويش بيستنوا الدادا ليجي، بيوقف الدادا
الكل الدادة بيقعد طبعا. انتبه انت اذا انتبهت على الحفلة كلها فيها طاعة من النوع الطاعة كلهم على دوزان واحد بتحسهم كلهم روح واحدة، ترتيب رائع فيه هو بالاساس ترتيب الحفل مدهش يعني كلهم طاعة واحدة للدادة. بشكل عام في ثلاث ادوار هي الفتله بالاساسيه، ثلاث ادوار، الدور اول شيء بده يدخل اول شيء بيدخل شخص من الدراويش يفتح السداجه يقرا فواتح طبعا لما بيفتح السداجه هي، بيفتح الفواتح اول شيء يقرا فاتحه للرسول صلى الله عليه وسلم للخلفاء الراشدين ولسيدنا مولانا جلال الدين وشمس الدين التبريزي. بعدها بيفتح بيكون فتح له السداجه للدادة بيدخل بعدها بيدخلوا الدراويش بينتظروا الدادة بيطلعوا بدور الاول بيبلش الدراويش ينزل واحد ورا واحد بس طبعا كله بامر الميدنجي. الدادة بيوقف الميدنجي هو اللي بيسر الامور. اذا انتبهت انه الدرويش بيروح من هالطرف درويش بيروح من هالطرف هو الملعب يدور زين الامر الميدنجي. ميدنجي بيعرف انه مين بده يروح لهون مين بيروح لهون وبرجعوا بينزلوا بيوشح الثاني بينزلوا الموشح الثاني خلصوا الموشح الثالث هو اللي بيقفل الحفل. يعتبر ثلاث موشحات فتله القنديل بالموشح الثالث بينزل الدادة يفتل لنص الميدان والدراويش حاب يفتح حواليه وبرجع لموقع السداجة. هون انتهى الحفل يبلش بقى دعاء اسمه دعاء الحفل هذا بالتركي بيقولوا له كلبند الحفل. كلبند يعني ايش دعاء؟ يعني دعاء بيبلشوا انه يدعوا من الاجداد من سيدنا محمد للخلفاء الراشدين هذا لمولانا شمس الدين لمولانا جلال الدين يعني لكل سلالة المولوية لحد تاريخ هذا تشلبي للكل للكل هذا اسمه دعاء ختام الحفل. بالنسبة للدوخة ما من دوخ طول طويل يعني يمكن أنا بشرح لك أنا ممكن بروح على مدينة ألعاب تصدق ولا لا ما بطلع بالدوخة بدوخ من الدوخة بقول لي فتين نص ساعة ما بدوخ فتين نص ساعة ما بدوخ طالعني بدوخة تبعت الألعاب بدوخ بدوخ وبرجع كمان. بعد عناء طويل تمكننا من الوصول إلى أحد مرشدي الطريقة المولوية القلائل المتبقين ويدعى جلال الدين. سنسأله اليوم عن واقع الطريقة المولوية إلى أين وصلت. تعاليم مولانا معروفة في كتابه المثنوي. الكتاب يبدأ بكلمة استمع يعني سأحدثك عن القرآن. الموضوع الأساسي للمثنوي هو الشريعة والطريقة والحقيقة، والهدف الأساسي هو الوصال بمعنى الوصول للحق واليقين. وقبل كل شيء المثنوي لم يؤلف ككتاب في الأدب لكنه ليس خارج الأدب. يحاول مولانا أن يعرض المواضيع والمواعظ أولاً بالأحاديث والقرآن ثم يعرض المواضيع بالأشعار وضرب الأمثال عندما يكون المخاطب على غير علم بالآيات والأحاديث، ثم في المجلدات القادمة يعرض الموضوع بحيث يفهمه الإنسان الجاهل مستخدماً أسس التربية الحديثة مع ذكر النماذج والقصص. لذلك يعرض مولانا جلال الدين الموضوع الواحد على صور ثلاث بالآية والحديث والشعر والقصة، ولذلك كل قارئ أيا كان مستواه يستطيع فهم مولانا. يشدني الفضول لمقابلة حفيدة الرومي حاملاً معي ما تبقى من أسئلة وبعض الدهشة. الشمس ترحب بك في تلك الصالة الجميلة، يحيط بك الدفء والنور. نسألها عن جدها ورسالته وماذا بقي منها. تلاميذ جلال الدين الرومي في هذا العصر يشكون من محاولات فهمه بوضع موقفه من الدين والإسلام خارج الدائرة،
مولويو الألف الثالث يرون أن جلال الدين الرومي الذي يحاولون أن يتصوروه بمعزل عن التصوف والرسول لا يمكن أن يفهم فهما صحيحا. النقطة الرئيسية في فهم جلال الدين الرومي أن نكون واعين بأن الرومي مسلم مخلص في سبيل الله، وأنه أظهر في مؤلفاته لنا ولمن قبلنا حب الله الخالص ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. يكتب مولانا أكثر من 24,000 بيت، لكنه يقول في النهاية: اسكت كفى، لقد تكلمت كثيراً والكلام بعد مدة لا يفيد شيئاً. أسكت، هناك شيء اسمه صوت السكوت، هناك أشياء تظهر عند السكوت. لذلك بعد قراءة كتاب مولانا جلال الدين عليك السكوت حتى يظهر المعنى. مولانا جلال الدين يمثل ابتسام الله للعالم والإنسانية، فكما أن الإنسان عندما يشاهد الابتسامة تظهر عليه السعادة والطمأنينة والراحة، فكذلك وجود مولانا وكتاباته ومؤلفاته وحياته تترك ابتسامة على وجه الإنسان من هذا النوع. هناك الآن مولانا أوروبي ومولانا تركي ومولانا طهراني، كل بدأ يخترع مولاه، وهذه نقطة يجب الانتباه إليها. يجب أن نجد مولانا الحقيقي، ذلك الشخص الذي قال عنه هو، فليحاول الكل أن يجد ذلك الذي تنطوي عليه سريرتي. تنتهي الرحلة ولا تنتهي، تنتهي ليلة العرس لهذا العام، لكن الحكاية لم تنتهي. جعبتي التي كانت ممتلئة عادت ثقيلة مثقلة بالتساؤلات: هل الرومي كان حاضرا هنا كما أراد أم كما أريد له؟